هذا ميراث، ميراث العائلة. هو حبس من جدي، احنا ما كناش عارفين الحبس هذا، بعثونا سيد الوالي ليك سيدي في عائلتنا كلها هي اللي قاعدة مدلسة الأوراق لحجاج الوفاة، فنحجج وفاة متاع تعزيزها ردته باسم بوها وقاعدة تبيع، فهمت؟ واحنا سيدي جا طلعنا شيري، شكون الشيري؟ سيدي جا معروف هو في البلاد، في 37 عائلة ذوما المرأة اللي قريبتنا قاعدة تبيع، خاطر تخدم كادر كبير في البلاد ومعها عصابة كبيرة وكل شيء، ونحن عبادك تشوف خدمت نهار كليك، فهمتني يا أختي؟ ما خلطنا لحد شيء معاها، جيل زوز أجيال ماتت ما خلطتش باش تخدم الخدمة ذي، نحن جيل ثالث ثوى. حق بابا، حق بابا، لوك أخر حق بابا، بابا خلى فلوس ناخذهم أنا، تاخذهمش أنت، خاطر أنت غير صالحة ليهم، خاطر هو بابا أنا، كي ناخذ أنا بابا، حق بابا، ناش نعطيك. كيفاش هي مدلسة حجاج وفاته واحد وقاعدة تبيع وإحنا ما نجمو نتصرفوا في شيء، وعنا تفرج لهنا عيمة تفرج أهو، شوف شوف لهنا بالكاميرا أخوي، أنا وعيمات شاري من عنا. اليوم ضيفنا يجينا من ولاية نابل، تحديدا منزل بوزلفة، باش يتكلم باسم 37 عائلة، يقول هو انهم يناضوا منذ سنوات من اجل اثبات حقهم في الميراث. ضيفنا اسمه معز الحلفاوي، مرحبا بك معز. عسلامة، مرحبا بك، عسلامة. انا معز الحلفاوي، انا عامل بروكوراسيون على عائلتي كل 37 عائلة، فيهم زوز وما يعرفوا بعضهم اللي انا خاطي به. هذا ميراث، ميراث العائلة. هو حبس من جدي، احنا ما كناش عارفين الحبس هذا، بعثونا سيد الوالي، والي نابل، من ناني 86 87، قالنا مرحبا بكم، يجاو راه عندكم ميراث تاع سي حسون عبد الكافي. دونك احنا قاعدين نجريو عليه بكري من المدى، فما طرف من الاطراف اللي حاتت عصاف العجلة، هي سيدي جا تعرف روحها، مسكرتنا اللعب الكل. ماذا من اني 86 ما نجمناش حنا نعملوا حتى اي حكايه، على خاطر ما كتعرف قبل في عهد الاستبداد وعهد كذا، فهمت؟ هي البرادروا نتاعها هما، ولا هما البرادروا نتاعها هما، فهمت؟ به نبي يسالينا، خلينا نسالوك. قلت انه الاشكال هذايا معناتها المشكله نتاع الميراث بدا من 1986، اذا من 1986 الى يومنا هذا وما تمش معناتها الحل، والمشكل بداو بالوراثه يعني. صحيت، ما قلت لك انا من 86، احنا مماتي وخالتي وولاد خالتي القدم واحد كل بوم، مش منثق فيه، فيه مشكونه ما موش ليه بالموضوع هذا، العباد الجهال بلغه اخرى، احنا نقولوا جهال. ودون لي طون تحكي انت يعني 86 حتى كشي لاني 95 ولا قداش، مو كان الاستبداد وكانت العباد اللي عامله ميك ماك وعامله كذا، حسيلو انا نحكي تو في التفاصيل الصحيحه، تفاصيل صحيحه صحيحه شنو هي؟ احنا بدينا نخدموا، بدينا نطلعوا في الاوراق. وقتاش بديت؟ احنا سيدي جا معناه قد ما عادش قداش عندنا، عندنا عام، عام فقنا وطلعنا الرسوم العقاريه، فهمت؟ وبدينا نخدموا بشويه بشويه، عرفنا المنابات نتاعنا شنو؟ عندنا ضبط المخلف اللي نعرفه العقارات نتاعنا قديش، فهمت؟ وهذه الليكس اللي في عائلتنا كلها هي اللي قاعده مدلسه الاوراق لحجاج الوفاة، فنحجج وفاة نتاع تعزيزها ردته باسم بوها وقاعده تبيع، فهمت؟ واحنا سيدي جا طلعنا شيري، شكون الشيري؟ سيدي جا معروف هو في البلاد، فهمت؟ سيدي جا معروف هو في البلاد، بدينا نشاتيو معاهم في الحديث، قبلنا مع بعضنا حكينا. نجدو اكزامبل مثلا على برج العامري، برج العامري عندنا 360 هكتار، سي للا هذيا بنت بيعت له 120 هكتار، 120 هكتار هو شنو واش يعمل؟ هو دونك يلزمو يشرشي على الكليونات، يشرشي على الوراثه، شكون هم الوراثه؟ الوراثه نرجعوا احنا 37 عائله، 37 عائله. هو كي شرا من عند اكس، من عند وحده بركه ولا زوز ولا ثلاثه ولا خمسه هما في العائله قداش، دونك يزم هو يشرش علينا، علاش؟ قادر باش يعمل كاتب تكميلي. ما معنى الكاتب التكميلي؟ ما نجمش هو يشري بار اكزومبل مثلا ربع المناب ولا ثلث المناب باش نجم هو مثلا يخرجوا في تيتر وحده، يزم يلوج علينا، لوج علينا ولقيناه، لقيناه وحكينا معاه
تسمع فيه. انتوما لوجتوا عليه بعد ما صارت عمليات البيع من قبل نتاعو هو. اي مدام اي اختي كيك احنا نشرشيو. يقول القائل كيفاش معناتها ينجم يبيع معناتها الناس العائلات انتوما 37 عائله اللي انتوما معناتها الورثه الحقيقيين ما عطيتوش الاذن بالبيع هذا، كيفاش صارت العمليه؟ احنا ما عندناش علم هو اصل صعب الشراء خاطر هي متحايله، هي قاعدة يعني العملية كل متاع الشراء تمت في إطار تحيل. يقول لك إذا جاني جاتني تاع صافي هي تلم فاميلتها كل ونقعدوا مادام هو التيرا هو التيرا متاع بونا الكل دونك مو 37 عائلة مو 37 عائلة عائلتنا دوك الكل. أنت نورمالمون تعيط لنا وتقول راهو عندنا ميراث كذا وكذا 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 نقسموا، هي تحب تاكل وحدها دونك احنا أنا واحد من الناس نغني كل يوم نطلع في خبر جديد، كل يوم نعمل في ورقة ونطلع في خبر جديد لين طلعنا ميراثنا ناهو وكيفاش وهي لشكون بعد وشكون اللي يضرب في الاوراق وشكون كذا وبه نجبد تو موضوع صفاقس. احنا عندنا برشا في صفاقس. باهي خلينا الساعه نسلوك العقارات هذوما وين موجودين في انام بلايس. عندنا في صفاقس، عندنا في المهدية، عندنا في برج العامري، عندنا في سكرة، عندنا في قمرت، وعندنا في منزل بوزلفة. منزل بوزلفة اللي هي احنا ننتمي لها ونعيشوا فيها، عندنا برشا عقارات في منزل بوزلفة وسي ديجا فما برشا عقارات في منزل بوزلفة وتباعوا. يعني النجم نقولوا انه معناتها بالالاف الهكتارات بالالاف الهكتارات هو تنحكيوا على صفاقس برك 1800 واش نكتار فهمت؟ هذاك هو هنشير شعال نحكيوا عليه فهمت؟ هذوما تو علاش احنا تو يلزمنا نتبعوا هنشير شعال بشوي بشوي. علاش؟ على خاطر الولايه هي كاريه ليكس عارف شكون نزاعات، احنا ندخلوا في نزاعات بار اكزومبل فلان وزير فلان وزير فلان وزير فلان تسعى فيها بعد هي نزاعات. مو فما نجي نقول لك مش واحد يكري على 45 و99 سنه باش نجم انت تجي اليوم مثلا وتفك له. دونك وقت الدوله الولايه اللي كرات له هي تدخل معها في نزاعات وتنحي لي كونترا اللي عملته تسعى فيها وقت من بعد تعطينا حقنا. مي فما حكايه في الفلوس، فلوس تاع شنيه؟ الولايه قاعده تقبض في الفلوس من الكوري وتصب في التريزوري. التريزوري ذاك عنا فيه حق، ما نعرفش التريزوري وصل حتى ل 14 مليار حتى 28 مليار انا مازلت ما نعرفش فهمت. دونك احنا نوصلوا صوتنا للسيد الرئيس للدوله للعمل العبيد للشرفاء المحامين اللي يسمعوا فينا بار اكزومبل تو باش يعاونونا. احنا امورنا ماديه رانا على قدنا تسعى فيها. بنت عمنا ذي عامله برشا فلوس برشا 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 فلوس، احنا دونك يلزمنا احنا نعاونوا بعضنا. اللي يعرف اللي ينجم يعاوننا أستاذ ولا قاضي ولا أي حكاية عنده خدمته وعنده حقه ياخذوا كي ناخذوا ميراثنا عنده حق يمشي معنا بورسنتاج ياخذ فيها في الانتيير في 20% في 10% جي يخدم معنا يعطينا حقوقنا. احنا ما نحبوا حد شيء واحنا سيد الرئيس مش نخلطوا له رانا اليوم ولا غدوة رانا مش نخلطوا له. سيد الرئيس ما يحبش الظلم يعطي في الحق العبيدة نتاعها. دونك احنا وصلنا مادام وصلت خرجت انا ونحكي دونك انا عائلتي الكل امورها تعبه اللي مكاري اللي ترى شنو عندنا حق من حقوقنا على اذن. قلت انه من 1986 الى يومنا هذا 2023 37 عائله لم تتمكن معناتها من اثبات حقها في الميراث وجهت تهم لي الخصم ثم تلاعب ثم تدليس ثم مماطله من اجل معناتها اثبات الحق هذايا. يقول قايل يعني 37 عائله فشلتوا والاغرب من ذلك اني سالتك هل تم اللجوء الى القضاء؟ قلت لي لا. علاش ما تمش اللجوء للقضاء؟ والله يسمعني احنا كلفنا محامين والمحامين فيهم محامين ماني قلت لك الطرف الكبير اللي قاعد يبيع ويدلس واحد تسمع فيها هما ديما نقولوا احنا منه من ربي بينهم بين ربي. المحامي اللي نحكيو عليه احنا يشدوه من عاش سيدي جات حكايه في التلفزه وتحكايه في كذا تشدد برشا فلوس عنده تشد تدليس شنو هو مشى للحبس ولا والو ولا ديما العلم عند الله تسمع فيها باري كري باتر شنو ما نعرفش. يعني تهم التدليس الموجه للخصم اللي هي معناتها قريبتكم والاطراف اللي تبعتها على ضوء برشا حاجات شفتوها انتم والا ثم ما يثبت ثم اثباتات عفوا تدل انه هناك تلاعب هناك تدليس من اجل معناتها عدم اثبات حقكم في الميراث؟ اثباتات موجوده اختي الباهي، اثباتات موجوده والعائله كل في باله وفما حتى اساتذه اخرين في باله. علاش ما مشيتوش للقضاء؟ مشينا للقضاء احنا خاطر هذوما اللي في دي هذوما طلعناهم توت سويت
هذوما ما تنجم انت تقابل قاضي ولا تقابل محامي ولا تقابل حاجه ما عندك اثباتات، تمشي له نقولوا على السلامه مع محمد راني عندي كذا كذا اعطيني نتاعي، باقي توريه انت اثباتات، توريه شهيد ملكيه وتوريه ثبت المخلف وتوريه ما نعرفش الحجاج الوفاه. جاء طلعنا على بعض الوثائق وطلعنا على شهاده الملكيه، معناتها نورمالمون ثم برشا وثائق قانونيه، بقينا مستغربين معناتها علاش القضاء، علاش ما التجأتوش للقضاء؟ باهي اسمعني، احنا كي نتجهوا للقضاء قبل ما نتجهوا للقضاء لازم نعملوا محامي. باهي، واحنا امورنا ماديه زيرو بلغه اخرى. فما شكون عنده عائلات، فما شكون عنده المريض، وفما ما نجمتوش تعملوا محامي يعني؟ حتى كيش تحكم تعمل محامي، لو المحامي اقل حاجه مش تحكي معاه. تو لو بتم 37 عائله مش ملمومين مع بعضهم 37 عائله. هلو بالتليفونك او بابلوس، حتى شي يبعث لك بالاكزام شي يبعث لك 100,000 ولا 50,000 ولا شنو هي؟ حكايه فارغه. تجي تحكي مع محامي تقول لك اعطيني 10 مليون و15 مليون نبدا نخدم لك. خاطر هما برشا خدمه. فهمت؟ فيها نزاعات وفيها كذا وفهم برشا خدمه. خدمه كبيره خاصة انه المشكل من 1986. انت كي تحكي مع محامي شو يقول لك؟ يقول لك انا مش ناخذ مثلا انت تتجه معاه تقول له شنو باغ اكزومبل نعطيك 20% ولا 15% ولا 10%. يقول لك اعطيني تعب عندي برشا خدمه نخدم. يجي يقول لك هو في 10 و15 مليون ولا 5 مليون و7 مليون، فما عائله ولا يجي يقول فما عبيد راهي ما عنديش. كيش طلع 50 ولا 100,000 وعنده قوته هذاك مين ينجمش يعطيك؟ مين ينجمش يعطيك؟ احنا نجي نقول لك احنا نحبوا نوصلوا للكبير. انا ديما نحكي على الكبير والرئيس. الكبير ربي ومن بعد الرئيس. كيش توصل انت للكبير هو مش يعين باغ اكزومبل مش يعينك اكزومبل مش يعينك قاضي مش يعينك محامي مش يعينك اكس. يخدم على روحه واحنا من بعد كي ناخذوا حقنا نعطيه. احنا تو مخمين فيه ان شاء الله باذن ربي ان شاء الله فما حكايه جديده مادام البابي قاعده ديما تطلع ان شاء الله باذن ربي حكين مع محامي جديد ان شاء الله مش يخدم معانا باش نتعاونوا شوي شي يخدم معانا وعلى ربي وكا واحنا نوصلوا صوتنا للشعب التونسي كما كيفنا احنا كما عباد اخرين زاد لو عندهم حكايه اخرى كيف كيف ويتكلموا العباد ما تكلم ما تخافش مادام عندك حقك ورزقك وحقك في الحلال تقصد باب ربي وان شاء الله اخويا انا من واحد من الناس انا يسمع سيد الرئيس عيط لنا يا اخويا هذاك شنحب هذاك خاطر ذاك صاحب الحق فما عباد شرفاء في تونس وباهين ولا محلاهم وفما 30% اسوء منها ما فماش وفما شتراهم متحيلين طالبين حقنا اكثر من احنا طالبين حق با بلوس حقهم في اثبات ميراث 37 عائله بالطبع ما انا اخي انا مش انا ما نتكلمش على روحي انا جيني انت غدوه تقول لي معزه 100 مليون سايب عليك منهم العائله انا نشكي بك حاش يجيب من فلوسك الحمد لله ساحه تبدا لاباس الحمد لله نخدم الروحي ما حقك باعتبارك معناتها عندك في عائلتي عائلتي ما ياخذوش حقي ما ناخذوش حق شنو بيهم وش قالت عاد ريلمون اش قالت قالت كان تحبوا 100 مليون عليها 10 ملايين و50 مليون عليها 5 ملايين قالت تحبوا نعطيكم فلوس 100 مليون نعطيكم عليها 10 ملايين 50 مليون نعطيكم عليها 5 ملايين ونجد هذه جد على شكون؟ كان عندك حكايه اخرى زايده مش تعملها معانا تفضل يجي وجهنا يجي تات تات نتواجهوا مع بعضنا علاش؟ احنا كي انت بعت للسيد هذا 120 تاش بيجي هو هو جاء وقعدنا هو جاء وقعد معانا وحكى معانا شبيك انت ما جيتش ناقشتنا قلت لي بعتوا 120 كتار وكملوا فضوا اموركم كذا انت كي بعت علاش جيت تقول حضرنا اوراق مش كملوا نشريو من عندكم نقبلوا احنا شارينا من عندكم مرحبا عائلتي يحبوا كل يبيعوا ايجا ارجع من بعد قالك اش قالك قالك لا في البرج العملي ما عندك حتى شيء يا احنا عندنا اثباتات نتاع الاوراق نتاعو فهمت يعني دونك هذه فيها برشا ميكماك فيها متحايلين وحسبي الله ونعم الوكيل اذا الرساله الاخيره ان شاء الله يا خويا الناس كل تسمع صوتنا ان شاء الله نشوف الحق احنا نحبوا كل الحق الباطل مش تبعنا راه برجليه التوانسه يمشيو في الحق راه ما يمشوش في الباطل المتحايل انه ظاهر متحايل والمتحايل ديما بلاصه وين الحبس احنا نطلبوا من الدوله من المواطنين الباهين صالحين في تونس مش يعطيونا حقنا حق عائلتنا حق عائلتنا باش العباد بتاكل حق بابا حق بابا بلغه اخرى حق بابا بابا خلى فلوس ناخذهم انا ما تاخذهمش انت خاطر انت غير صالحه ليهم هما خاطر هو بابانا كي ناخذ انا بابا حق بابا نجم نعطيك باش تاكل سي ولا انت كيف كيف جيت مع ضيفنا معز وانت ايضا من 37 عائله اللي التوا تجري على حقها في الميراث في اثبات الميراث وقلت انك تحب توصل رساله أنا نحب أن نوصل رسالتي لسيد الرئيس ربي فضله وربي يطول عمره وربي يفضل لنا رجال تونس فهمتني 37 عائلة ذوما المرأة اللي قريبتنا قاعدة تبيع خاطر تخدم كادر كبير في البلاد ومعها عصابة كبيرة وكل شيء ونحن عبادك تشوف خدمت نهارك كلك فهمتني أختي
ما خلطنا لحد شيء معاها. جيل زوز أجيال ماتت ما خلطتش باش تخدم الخدمة ذي. نحن جيل ثالث ثوى شوفونا حل مع العبادة ذي. نحب سيد الرئيس يسمع بيه الموضوع ذي، فهمتني؟ ناس تعبت سي أيست. يعني ثلاثة أجيال تحب تثبت حقها في المير. شاي ثلاثة أجيال ماتت وما خلطتش، نحن جيل ثالث ثوى. شهر التالي بعثونا شيعطيونا 14 مليار من 28 مليار متاع التريزوري يعملونا باكم تحريبش متاع وجيعة راس. كل شهر يبعثولك حربوشة حتى للدولة تخوث تدخل بعضها هكاك تخدم العصابة ذي. كانوا شيخين قبل سيد الرئيس قيس سعيد، كانت شيخة العبد ذي. كيفاش هي مدلسة حجاج وفاته واحد وقاعدة تبيع وإحنا ما نجمو نتصرفوا في شيء وعنا تفرج لهناعي ما تفرج. يا هو شوف شوف لهنا بالكاميرا أخوي، أنو عيمات شاري من عنده ريت أختي. إيه شنو نعمل وإحنا باش نخلطوا الموضوع ذي باش تنصحونا وين توجهونا، فهمتني؟ تعبنا وما عاد شك تشوف فيها معناها كيفاش العائلة كلها لوطة وكل شيء، فهمتني؟ هذه عبادة طويلة يديها برشا تحكي. هذه تسمع أبو محامي باش يخدم لك خدمة طيش له 100 مليون عادي، فهمتني؟ ما لقينا حتى حل معاه. ماذا بينا سيد الرئيس يسمعنا أختي كاو.